مرات كتير قوي بيبقى نفسي اتخانق في الشارع بصراحه، يعني يستاهل او حد يستاهل بناء، مش نفسي انا يعني عايزه اتخانق. لبنى مختلفة، يعني بنشوف بعض ركود بقالهم 5 سنين متجوزين اللي بيحصل تغييرات في الشخصية، تغييرات في الأسلوب، الحب ده بيروح فين. دايما الحياة ما بتفضلش وردية طول الوقت، دايما لازم بيبقى فيه أكشن، ففي الأزرق بارت 2 وكله أكشن. بتخلص من أي حاجة ليها علاقة بالكاركتر ده، يعني لو كنت بلبس باروكة برميها، لو كان في لبس معين احطه في شنطه اوزعه لحد مش عايز اشوف الشخصيه دي، خلاص بقول لها باي باي، احبك بس هتوحشيني بس خلاص زهقت منك. مش عارفه بس كلهم مأساويين قوي بصراحه. لا ولا واحده فيهم. حاجه بكرهها قوي، مثلا انا لسه كنت قاعده مع اصحابي وكده وبتاع، قاعدين بنهزر ومش عارفه ايه، لقيت في ناس عماله تصور، فانا اتضايقت. يعني طب ليه؟ طب لو حضرتك او حضرتك عايز تصور قول لي انا هتصور معاك، لكن تصورني كده اللي هو عايز يعني هتحطها فين ولا هتعمل يعني فاهم؟ في حاجات كده بتتعمل مستفزه يخلوك تطلع عن شعورك. يعني كتير قوي بيبقى نفسي اتخانق في الشارع بصراحه، يعني يستاهل او حد يستاهل بناء. عارف لو انا مواطنه عاديه طبيعيه، لا انا هروح اتخانق واضرب عادي جدا، لان ناس كتير بيبقى اللي يكسر عليك اشاره واللي مش عارفه ايه، حاجات كتير قوي ببقى نفسي اتخانق بجد، بمسك نفسي انا يعني عايزه اتخانق. بيأثر على ولادي ساعات، هم مثلا انا مش عايز حد يعرف بقى ان انت مامتي بقى وكده، مش عايز حد يساعدني لو سمحت وحاجات كده يعني، فبسيبه عادي. قلت له خلاص دوز فيك. طبعا كنت بحب الحضري جدا لحد ما كان بيلعب بجد بشجعه. محمد صلاح اكيد بحبه جدا، بحب اتفرج عليه. يمكن عشان المدارس مش مختلطه، لو الولاد والبنات بيتربوا مع بعض وقاعدين على تخته واحده ده مش هيحصل. يمكن ما بحبش الست المنكسره، حرام. لا خالص، بحب الست القويه اللي قادره تدافع عن نفسها وقادره تقول كلمه. ماما بتوديني مدرسه الباليه ومدرسه البيانو والدراسه العاديه. انا اللي فاكره ان انا كنت بروح من تمرين لتمرين لتمرين لتمرين، فلعبت قليل قوي. العيش الاسود وبحب المشروب. لا حلو قوي، هبعزمك مره، انا بطبخ كويس. ابص على الساعه كام وافتكر هو انا عندي حاجة النهاردة ولا ما عنديش حاجة. في الأغلب بنسى نسية جدا. ببص تخنت ولا خسيت، بس أهم حاجة. هو مش زمن المهم على فكرة تعيشه، هو المهم الزمن تعيشه مع مين، وده اللي أهم. بحب البحر الأحمر جدا 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 جدا، بس طبعا بحب اسكندريه لان انا من اسكندريه اصلا. يعني مهرجان الجونه، بص، غير ان هو مهرجان سينمائي، هو كمان بيعرف الناس على جمال مصر. عارف بقى ديستنيشن، انك انت عندك مكان بالحلاوه دي. المعمار في وسط البلد بجد حلو، يعني في اماكن دلوقتي اتظبطت، في شوارع كتير اتوضبت، فلما بتمشى فيها عارف تحس قد ايه البلد دي راقيه.